بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن من أعظم الجرائم وأشد الموبقات وأخطر المهلكات هو التمادي في مماثلة المشركين ومشابهتهم في عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم أو في أنماط السلوك التي هي من خصائصهم. إن من دعاء المؤمنين، بل من أعظم دعاء المؤمنين في أول سورة من القرآن الكريم، هو أن يهديهم الله الصراط المستقيم المخالف لطريق الكفار من اليهود والنصارى. قال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن من أخص أوصاف اليهود الغضب، من لعنه الله وغضب عليه. ومن أخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه أوصاف النصارى. فرب العالمين حرم على المؤمنين أن يسلكوا سبيل المغضوب عليهم والضالين. رب العزة والجلال نهانا عن التشبه بهم، نهانا عن أن نسلك سبيلهم وطريقتهم، بل حتى الأنبياء عليهم السلام نهاهم الله عن ذلك. قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون من المفسدين والكافرين والضالين. ولذا قال موسى عليه السلام موصيا أخاه هارون وصيته العظيمة ومحذرا إياه من هذا الطريق، فقال له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بل يقول الحق تبارك وتعالى لأشرف الخلق وسيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله أكبر. جعلناك على شريعة عظيمة، جعلناك على بينة من الأمر، اتبع هذه الشريعة التي أوحاها الله إليك، ولا تتبع يا محمد أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي القرآن الكريم، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أكبر. هذا خبر من الله وتهديد من الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام،
وهو لا يمكن أبدا أن يتبع سبيل اليهود والنصارى وأن يسلك طريقتهم وأن يشابههم، بل كان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس مخالفة لهم. هذا فيه تعليم لنا معاشر الأمة، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فيا من شابهت النصارى في أعيادهم، ويا من هنأت النصارى في أعيادهم، ويا من فرحت بيوم عيد النصارى، بعيد الكريسمس، بعيد السنة الميلادية، إنك إذا لمن الظالمين، ما لك من الله من ولي ولا واق. إن من أعظم صفات عباد الله الذين وصفهم في أواخر سورة الفرقان أن قال عنهم: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. جاء عن غير واحد من السلف في قوله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، هي أعياد المشركين، لا يشهدونها، لا يحضرونها، لا يشاركون فيها، لا يفرحون فيها. أين أبناء المسلمين وبنات المسلمين الآن؟ هناك شباب وهناك شابات يعدون العدة للفرح بعيد الكريسمس، للفرح بعيد أول السنة الميلادية. الله يقول عن عباده وأوليائه: والذين لا يشهدون الزور. الله جل وعلا حرم علينا مشابهتهم حتى في قسوة القلب. لا يجوز للمسلم أن يغفل عن ذكر الله حتى يقسو قلبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما فعل ذلك في اليهود. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد وصف الله جل وعلا اليهود والنصارى بأنهم قست قلوبهم، بأنهم أصحاب قسوة. قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ويقول عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الله أكبر. فلما كانت هذه القسوة من صفاتهم، حرم الله جل وعلا على المؤمنين أن يتشبهوا بهم، وتوعد عليها بأشد العذاب، فقال سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله يقول في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. لا تتشبهوا بهم في هذا الأمر، لا تكونوا مثلهم في هذا الأمر وفي غيره. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وتحزبوا شيعا وأحزابا وجماعات وفرق، لا تكونوا مثلهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تتشبهوا باليهود والنصارى في التفرق. ويقول سبحانه في القرآن الكريم محذرا عباده وناهيا عباده أن يتشبهوا بالكافرين أصحاب النار: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى
ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انظر إلى هذا التحذير العظيم من مشابهة الكفار، تحذير عظيم من رب العالمين. لا نتشبه بهم لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في هيئاتهم ولا فيما هو من خصائصهم، لا تتشبه بهم. والآن إعلام المسلمين وبعض الإعلاميين من المسلمين ينادون للاحتفال بعيد الكريسمس أول السنة الهجرية، بل تعطل بعض الدوائر الحكومية، تعطل المدارس، تعطل الجامعات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إلا الله وحده. كيف تحتفل أيها المسلم بعيد أناس يقولون إن الله جل وعلا ثالث ثلاثة، ويقولون إن الله اتخذ صاحبة وولدا، والذين يقولون إن عيسى عليه السلام هو ابن الله؟ كيف تحتفل بميلادهم؟ كيف تحتفل بعيد أناس قال الله في وصفهم قد ضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل؟ كيف تحتفل بعيد أناس قال الله في وصفهم إنهم شر البرية؟ كيف تحتفل في عيد بعيد أناس الله سبحانه وتعالى لعنهم وذمهم ومسخهم قردة وخنازير؟ لا إله إلا الله. أين عقول المسلمين؟ أين عقول المسلمين وشباب المسلمين وشابات المسلمين؟ هل هناك إيمان؟ من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، قد كنا نلعب فيهما بالجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تتشبه بهم في الغلو، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقبل أن يشرع الأذان اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الصلاة اهتماما عظيما، كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رآها الناس آذن بعضهم بعضا بالصلاة، فلم يعجبه ذلك، فذكر له الشبور، فقال: هو من أمر اليهود، ولم يعجبه ذلك. وذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى، ولم يعجبه ذلك. وهذا يقتضي نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى، تشديد عظيم في الشريعة الإسلامية من التشبه بالنصارى، من التشبه باليهود. كان الرسول يقول: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود عن شداد بن أوس. وقال لعمر بن عبسة رضي الله عنه عندما جاء يسأله تلك الأسئلة العظيمة في أول الإسلام، قال: صلي الصلاة، ثم قال: صلي صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، أي حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد الكفار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، لأن الشمس تطلع والكفار يسجدون لها، ولا يجوز لنا أن نسجد في هذا الوقت، مع أن سجودنا لله وسجودهم للشمس، ومع ذلك الرسول نهانا عن الصلاة لئلا نتشبه بهم. في باب اللباس يقول عليه الصلاة والسلام: إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشد به حقوة ولا يشتمل به اشتمال اليهود. هذا في باب اللباس. في باب الصيام يقول عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. هذا كان من شرائعهم الصحيحة،
كان في شريعتهم الصحيحة أنهم يصلون الصيام ولا يتسحرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، فكيف بالتشبه بهم يا عباد الله فيما لم تأتي به حتى شرائعهم؟ أو تظنون أن عيسى بن مريم عليه السلام جاء برأس السنة الميلادية؟ أنا أعتقد هذا في نبي الله موسى عليه السلام أنه شرعه لأمته؟ لا والذي لا إله غيره، ما شرعه ولم يكن ليفعل ذلك، بل إنه سيتبرأ منهم يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الدين ظاهرا، ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا يوم عاشوراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام القابل حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في أشياء من العبادات التي شرعت، صيام عاشوراء شرع لهم في أمتهم، فشرع لنا في هذه الأمة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم وأراد مخالفتهم. بالله عليك يا مسلم، كيف تتشبه بهم فيما لم تأتي به شرائعهم؟ كيف تتشبه بهم في أمر يحصل فيه أعظم المنكرات وهو الكفر بالله؟ يعتقدون أن عيسى ابن الله، والله يقول ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف تتشبه بهم أيها المسلم في عيد يجمع فيه الرجال والنساء في غاية الاختلاط والفجور والفسق والعهور، تدار فيه كؤوس الخمور في تلك الأعياد، وأنت تتشبه بهم؟ معاذ الله، نعوذ بالله، عياذا بالله، غياثا بالله جل جلاله من هذا الفعل المبين، من هذا الفعل المهين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يخالفهم حتى في كل شيء في العبادات، في الصيام، صوم التاسع والعاشر، خالف اليهود، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحج، في كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم، وشعر الكفار بهذا اليهود. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها ولم يجالسوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ اليهود، فماذا قال اليهود؟ قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يخالفكم في كل شيء، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، قبل موته بخمسة أيام. والحديث رواه مسلم. من كان قبلكم من اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر. في باب الآداب قال الشريد بن سويد رضي الله عنه من ربي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أخرجه الإمام عبد الرزاق بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على إلية يده في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود لا تصلي مثلهم. يا سبحان الله، حتى في هذه الأمور. وفي الباب اللباس
عن عبد قال عبد الله بن عمر ابن عمر رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. ومن حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا خالفوا أهل الكتاب. قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا خالفوا أهل الكتاب. قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم أي لحاهم ويوفرون سبالهم أي شواربهم. فقال عليه الصلاة والسلام قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. رواه الإمام أحمد وحسنه الحافظ بن حجر والعلامة الألباني رحمة الله عليهما. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين أحفوا الشوارب أوفوا اللحى وفي رواية خالفوا المجوس. وقال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. وقال أيضا غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود والنصارى. حتى في باب السلام يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. رواه النسائي وحسنه الحافظ بن حجر رحمة الله عليه. انظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص غاية الحرص على مخالفة هؤلاء المغضوب عليهم وعلى مخالفة الضالين وهم النصارى. بل عندما ذهب إلى حنين مر هو وأصحابه بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون حولها. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وفي رواية الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وفي رواية إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن القوم إلا هم. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون يا أيها الشباب يا أيها الشابات يا من ذهبتم إلى الدراسة في بلاد الغرب فرجعتم حاملين هذا الفكر الخبيث فكر التشبه وفكر الإعجاب بمن غضب الله عليهم ولعنهم وبمن مسخهم قردة وخنازير اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في هذا الأمر اتقوا الله أيها الإعلاميون واتقوا الله يا حكام المسلمين اتقوا الله جل وعلا. إياكم إياكم أن تهنئوا النصارى في هذا العيد كما قال بعض أهل العلم إن أقل أحواله إن لم يكن كفرا فهو من كبائر الذنوب. فمن هنأ نصرانيا بهذا العيد فكأنما هنأ ساجدا لصنم بسجوده للصنم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا يرحمنا وأن يتوب علينا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله كل خير في الدنيا والآخرة.